مسائل ثلاثة، مسائل ثلاثة، ثلاثة أمور. المسألة الأولى، الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. الثانية، المسألة الثانية، إفراد الله بالعبادة. لا يمكن أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا الصالحين ولا الأولياء ولا أي أحد. المسألة الثالثة، وسطية أهل السنة والجماعة في التعامل مع غير المسلمين، مع اليهود، مع النصارى، مع المجوس. انقسم الناس في التعامل مع الكفار إلى طرفين ووسط. قسم يسب الكفار. يقتلهم. يفجر. قسم آخر لا. يحب الكفار. يشارك الكفار في أعيادهم. في لباسهم. في قصة الشعر. القسم الثالث يتوسط. لا يسب الكفار. لا يكذب عليهم. لا يسرق أموالهم. لا يتعرض لهم بالقتل. ومع هذا لا يشارك الكفار في عيادهم. لا يشارك الكفار في لباسهم في القصات. ينصح للكفار. لا يكذب عليهم. يقول أنتم على الباطل. أخاف عليكم من النار. لا بد تدخلوا في الإسلام. هذا والله كل الخير فيه. يدعو لهم بالهداية. هذا الصحيح الوسط. نعم.